مرحبا بكم اخواتنا المشاهدين الاعزاء من جديد، ونحن نتنقل بين فقرات برنامجنا في حياكم، وننتقل الى زاويتنا الاسبوعيه بلا دواء. وفي مجلس حياكم نرحب بالدكتور زهير خشيم، وطبعا زاويتنا اليوم هي الى الافضل، يمكن بلا دواء قريبه منها، انا يعني سبقت وقدمت، لكن تظل كلها زوايا في البرنامج لتقديم الافضل والافضل للمشاهدين. على كل، معنا في مجلس حياكم لهذا اليوم الدكتور زهير خشيم، اخصائي التنويم الايحائي. فمرحبا دكتور ومساء الخير. مساء النور، اهلا بك دكتور. احنا يعني عنوان حوارنا القلق وضغوط الحياه. نعم. يعني ما هو تعريف الضغط النفسي؟ واحد يقول انا مضغوط يا اخي، انا من ضغط نفسيا، انا يعني تعبان نفسيا، يعني ايش تعريف الضغط النفسي؟ هو تقدر تقول عليه موقف بيحصل فيه الانسان، بيوضع فيه الانسان، بيشعر فيه بعدم ارتياح، توتر، بيخلي المزاج متغير. لو نوضح الحكايه هذه بطريقه ثانيه، شايف، تخيل انت الموظف اللي شغال في مقابله الجمهور، هو موظف بيقابل الجمهور، زي مثلا خلينا نقول موظف البنك، موظف الهاتف، موظف العلاقات العامة، العلاقات العامة، الاستقبال، موظف الاستقبال، شايف، بيجي له المراجع همه يخلص عمله، وكمان المراجع مضغوط، يبغى يخلص يبغى يمشي، والمسكين هذا قاعد بيشتغل هنا وفي راسه 200 شغلة، شايف، بتلاقيه مضغوط، هو مثلا الراتب ما هو مكفي معاه، عنده مشاكل في البيت، شايف، بالطريقة هذه، فانحط في موقف هنا في توتر، خلى مزاجه ما هو مظبوط، شعر بضغوط. كمان عندك حاجة تانية، الطالب اللي بيأخر واجباته أو مذاكرته للاختبار لآخر وقت، حيجي يفتح الكتاب حيلاقي قدامه 50-60 صفحة، بدأ هنا يتوتر، دخل في موقف بدأ يشعر فيه بتوتر، صار المزاج عنده متغير، أنا حرسب، أنا ما حنجح، أنا ما عندي وقت ألحق إيش أذاكر فيه. هذا وصف للضغط. نعم دكتور، يعني احنا نسمع ضغوط العمل، ضغوط الحياة، ضغوط الاجتماعية، ضغوط المالية وغيرها. لكن انتم طبيا هل تصنفون الضغوط النفسية لانواع؟ ايوه، في نقدر نقول فيها انواع، في عندك ضغوط داخلية وضغوط خارجية. ايش نقول الضغوط الداخلية؟ الضغوط الداخلية، خلينا ناخذ مثلا عندك مريض السكر، للناس اللي عندهم امراض مزمنة، مريض السكر، مريض الضغط. مريض السكر هذا في نفسه ياكل حاجة حلوة، مضغوط ما يقدر، او جاء وقت الغداء ونسي ياخذ الحبه اللي قبل الموعد، قبل نص ساعه، هذا برضه شعر بضغوط، شايف، شعر بضغوط. كمان في عندك الانسان العادي اللي هو ما حقق طموحاته، شايف، ما حقق رغباته، حيشعر به شعر بضغوط، لانه امكانياته ما سمحت له، شايف، شعر بضغط، دخل في ضغوط هنا ثانيه. بالطريقه هذه إذا جينا نظرنا، هاي الضغوط الداخلية. لو جينا نظرنا للضغوط الخارجية، الضغوط الخارجية أي حاجة من الخارج، إنسان فقد إيش، إنسان عزيز عليه، واحد فقد زوجته، شايف، بينام في الليل لحاله بيشعر بوحدة. بعدين تيجي عندك إيش برضو المشاكل الخارجية، مشاكل خارجية زي إيش، المشاكل زي ما تقول عليها الاقتصادية، الراتب ما بيوفي معاه، شايف، عنده مصاريف كتير. بعد كده تخش في مشاكل الزوجية، مشاكل الأسرية. بالنسبة للمشاكل الأسرية هذه نبغى نوقف هنا فيها شوية. المشاكل الأسرية هذه، لو الراجل فينا عرف إيش الملتزمات عليه، إيش محتاج من المرأة، والمرأة إيش عارفة إيش الراجل يحتاج منها. طيب نقول هنا الراجل يحتاج من المرأة إيش؟ يحتاج احترامه لها، تحترمه في إيش؟ في بيته، في ماله، في عرضه، في تربية أولاده، تحترم احتياجاته. المرأة تحتاج إيش من الراجل؟ تحتاج إيش؟ تحتاج الأمان، تشعر بأمان. أهم حاجة في الموضوع هذا أن تشعر بأمان، أنه ما حيتزوج عليها، شايف، ما بيلعب من وراها. كل هذه ضغوط تجلس تفكر فيها، الراجل ما هو معايا، ما بيسمع لي وأنا بتكلم معاه، طول وقته خارج برا، وماني شايف هذاك الشغل، هل هو شايف حيفكر يتزوج أو مشغول بأحد تاني؟ نفس الحكاية الراجل، مرته ما هي معطيت له اهتمام. فلازم المرأة تفهم إيش واجباتها، الرجل يفهم إيش واجباته، انتهت الضغوط. بعد كده تبقى إيش المشاكل العادية اللي هي مشاكل إيش الأطفال. طيب دكتور، المشاكل هذه هل هي طبيعية؟ هل لها معدل محدد؟ كل الناس بتعاني من مشاكل أسرية، بس هي مستويات. لكن هل تعتقد بأنها يعني تصير ضغط كبير عند بعض الأسر مثلا؟ وهل بإمكان الأسرة نفسها أنها تخفف من الضغط بشكل يعني تلقائي دون اللجوء إلى مختص لمساعدتها على تجاوز الضغوط؟ أنت هنا بتتكلم عن نمط الحياة، style of life، كل واحد حسب إيش نمط حياته
مثلا تخيل انت انسان بيصحي في الصبح ويكره عمله، هيصحى مزاجه ايش؟ متحكن. في واحد منا في ناس مرتاحين انه طبعا درس واخذ الوظيفه كويسه فحياته زي حتكون سلسه. نعم بالطريقه هذه. فبتختلف من 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 يعني اذا نقول خلينا طبقات المجتمع من ناس الى ناس. طبعا كل ما نزلنا تحت في الطبقه كل ما كانت الضغوط اكثر. في ناس الكبار اللي فوق مثلا يقول لك يبغى يجمع المال، فالتجميع المال بيسبب له كمان ضغوط. نعم. يمكن كثير من الناس يقول هناك قلق حميد وقلق مزعج او غير حميد، على اعتبار انه احيانا القلق الحميد يدفع الانسان الى النجاح واتخاذ الحيطه والحذر في كثير من الاشياء. نعم. هل هذا الكلام صحيح او تعليق؟ بالتاكيد صحيح. انا قلقان، القلقان عشان ابغى قلقان عندي حلقه لازم اقدمها فروحت حضرت لها. شايف الطالب نفس الحكايه يبغى يجيب علامات كويسه فتلاقيه يبدا يذاكر من بدري ويرتب نفسه، هذا قلق حميد. لكن تخيل اللي ايش اللي جلس لاخر فتره، شايف جلس لاخر فتره وبعدين خلينا ناخذ مثال، في عندك مثلا نقول موظف رئيسه ما هو مبسوط منه، ما هو مرتاح معه، شغله كثير، شايف اخذ في نفسه انه رئيسه اشتكى منه كذا مره، عنده سوء معامله مع زملائه، اخذ موقف من نفسه انا سيء، هنا سبب له ايش؟ مرض، انه انا عندي سوء تعامل مع الجماعه مع اصحابي. يعني اهم حاجه بالنسبه للموظف احب اضيف النقطه هذه، انك انت مين اهم واحد عندك يا موظف؟ او خلينا نضيف كمان مع الموظف هذا مثلا البياع، مين اهم واحد عندك؟ اهم واحد عندك هو رئيسك. انت يا موظف اذا ارضيت رئيسك انتهت مشكلاتك. نعم. وفهمت رئيسك انت ايش بتسوي وضغط وزحمه العمل عندك، وانت انت اصلا بترضي رئيسك ما انت بتنفذ الخطه حقته خطه العمل. نعم. نفس الحكايه البياع، اهم واحد عنده مين؟ رئيسه. فاذا الموظف والبياع فهم الحكايه هذه انه اذا انا رضيت رئيسي انتهت مشاكله. نعم. طيب دكتور، مساله الضغوط هذه اتفقنا انها موجوده في المجتمع باحجام مختلفه، يعني كيف الواحد يتعامل مع مثل هذا الموضوع؟ هذا هل موضوع نفسي، موضوع جسدي ممكن يعالجه؟ ايش 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 الاشكاليه؟ كلام جميل جدا. الضغوط، شوف انت ايش بتقول، احنا من لنا من يوم بدأنا الحلقه بنقول ضغوط ضغوط ضغوط، شوف مفهومنا كيف. انت من يوم ما تقول كلمه ضغوط بتشعر ايش؟ ايه مضغوط. تعال اول حاجه نعملها خلينا نغير المفهوم هذا، نسميها تحديات الحياه. جميل. شوف كيف شعرت بايش الان؟ تحديات الحياه، قدها ولا ما انت قدها؟ هذه اول حاجه. نعم. غيرنا المفهوم هذا، تحديات الحياه. بعدين بعد كده تعال اجلس مع نفسك، واجه نفسك، ايش المشكله هنا؟ لازم نواجه نفسنا، ايش المشكله وكيف اقدر احلها؟ واحد اثنين ثلاثه. طيب ماني قادر هذه احلها، كيف استعين في حلها؟ نسال. بعد كده نجي في تمرين جميل جدا بسيط حلو كثير، اللي هو لو يا ريت الشباب المساهدين يشاركوا معانا فيه، لو كيف نسترخي. تخيل بالك الواحد فينا هو مضغوط، شايف كبحر هائج، لا تقدر تبحر في البحر هذا ولا تقدر تصيد فيه، لكن بعد ما تكون نفسيتك مستقره، شايف حتكون بحر هادي، ممكن انك تبحر فيه وممكن انك انت تصيد فيه. صحيح. شايف بالطريقه هذه. فتعالوا معانا الاخوان المشاهدين، لو بدينا في تمرين الاسترخاء نبدأ فيه من البداية. تمرين الاسترخاء جميل جدا، لو جلس الواحد فينا على الكرسي كده وبدأ مد يده بالطريقة هذه وشدها إلى آخر مداها، يشد فيها يشد فيها إلى آخر مداها، شدها شدها ألين حس بألم، وبعد كده إيش شد انشدت معاه مظبوط وروح سايبها رميها بالطريقة هذه. يبدأ يأخذ اليد الثانية هذه نفس الموضوع، يروح شادد فيها شادد فيها الآخر، يشعر فيها انه خلاص يعني هذا اخر حد عنده، يروح يرميها بالطريقه هذه. بعد كده يمسك رجله، ولو شد رجله بالطريقه هذه شدها وشد العضلات كل عضلات الرجل كلها، شدها 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 وروح رميها بالطريقه دي. كمان نفس الحكايه الرجل الثانيه شدها بالطريقه هذه، شدها الى اخر حاجه يروح رميها. الان انا بديت يديني توجعني ورجلي، يعني امسك يديني الاثنين هذا اروح ضاغط العضله من هنا، ضاغطها ضاغط على صدري ضاغط على صدري ضاغط على سنوني كمان اكثر اكثر، كرمشت وشي كرمشت وشي كرمشت وشي وضغط ضغط 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 الى اخر حد عندي، ورحت سايب نفسي، رحت واخذ نفس وكاتم النفس هذا الى اخر حد، ورحت سايبه بالطريقه هذه. وبديت أخش في استرخاء وحسيت أنه جسمي كله
بيسترخي وبيسترخي وبيسترخي، وببدأ أزيل الاسترخاء، أني أخذ نفس عن طريق الأنف وأسيب عن طريق الفم. أبدأ شيك مع نفسي الآن، أشوف رجليني كل عضلة كل عصبة في رجلي مرتخية مرتخية مرتخية. بديت أحس بتقول رجليني رجليني تقيلة تقيلة تقيلة، بدأت تتقل بدأت تتقل علي. كمان نفس الشيء أشيك على يديني، من كتفي لصباع يديني كل عضلة كل عصبة تقيلة 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 تقيلة. رأسي أصبح مسنود، حاسس بتقلها. حوالين عيوني مرتخية مرتخية، وجهي أعطيته ابتسامة خفيفة، فك وريح. طبعا لو نام الدكتور الموية جنبنا يعني احنا ممكن نصحي. أي دكتور؟ طيب دكتور عفوا، يعني هذا الآن تمرين هو واحد الآن؟ تمرين هذا واحد؟ نعم. إيش فايته؟ احنا هنا انت ايش فرقه عن التمرين اللي سويناه المره الفارية؟ المره الفارية التمرين كان لما تكون انت ايش؟ عايز تاخذ نشاط، تجدد نشاط، بس انت متوتر الآن. نتكلم مضغوط متوتر، أعصابك مشدودة، كيف أرخي الأعصاب المشدودة؟ فأنا شديتها لآخر حدها عشان أرجع أرخيها. طيب هل افهم دكتور انت تقول شديتها وشديتها وشفتك شديت وجهك بصوره قويه؟ نعم. هذا ما ياثر على العضلات نفسها يعني؟ هو كان وشك التنشن، لا تنسى انت كنت التنشن. كيف لما تتذكر نفسك قبل التمرين؟ تقصد قبل التمرين انت كنت التنشن، انت كنت كده بالطريقه هذه. كم مره تتذكر معايا نمت في الليل وانت نايم كده لقيت وشك بيألمك؟ تعرف قديش كنت شده التنشن اللي كنت فيها؟ تقصد دكتور انه العضلات اساسا مشدوده من مشدودة الوضع النفسي، من الوضع النفسي، من الضغط والتوتر. انتبه لنفسك، وانت لما تكون التنشن بتمشي كيف؟ مشدود. ولما تكون مبسوط ومرتاح زي ما تفضلت اول الشهر اخذت الراتب، كيف بتمشي مدندن كده جسمك مرتخي وحاجه تشعر انك حلو يعني بالطريقه هذه. هذا تمرين، شوف احنا قديش اخذنا فيه، ما اخذنا يمكن كم دقيقتين ثلاثه. يمكن انت اذكر قلت الاسبوع الماضي انها تغني عن نومه، هذه تغني عن نومه، تغنى عن، تشعر انك انت انسان جديد، بتجدد بتجدد نشاطك. هل له وقت محدد دكتور؟ اي وقت تمرين هذا؟ اي وقت، اي وقت، اي وقت تشعر انك فيه متوتر؟ في البيت؟ في البيت، في مكتبك، في السياره مشكله دكتور. في السياره اذا انت واقف يعني مثلا بتستنى احد، شايف ممكن او الاشاره طويله مطوله او نقطه تفتيش. في لدى الناس يمكن يعني بعض الاحيان بعض المفاهيم وكذا انه يعني الاسترخاء يكون بعد مثلا اخذ دش او مويه ساخنه او مويه بارده او والله بالعكس الدش رياضي. الدش بيفوقك، بينشط الدوره الدمويه عندك. الدش البارد ولا الساخن يا دكتور؟ الورم تقدر تقول يعني الدش عموما يعني بينشط النص. بس لا تنسى انت النفسيه هنا مضغوطه، يعني انا احتاج عشان ارخي اعصابي الى الجاكوزي المويه الحاره عشان ترخي اعصابك. طيب التمرين الرياضي؟ التمرين الرياضي جيد، بس ايش نوعها التمرين الرياضيه؟ شايف ايش نوعها؟ لا تنسى انت في عندك الاسترخاء الجسمي اللي احنا سويناه والاسترخاء الذهني. نعم شايف؟ احنا لسه ما وجينا للاسترخاء الذهني، احنا بس كنا رخينا الجسم الان لانه هو اللي كان انت ايش التنشن. اي يعني الان انت مثلا اي الموقف اللي تكلمنا عنه تشعر فيه بتوتر وتشعر فيه بقلق بيخليك شاد. واحيانا في ناس بيضغط على اسنانها، سمعت عن ناس وهي نايمه تسمع صرقعه اسنانها، صرقعه الاسنان سمعت عنها هذه؟ تخيل من كثر الضغوط اللي عليه تلاقيه هو نايم. هل هذه دكتور يعني طبيعيه ولا ضغوط؟ هذه ضغوط تجي عند بعض الاشخاص، ضغوط يعني. ما هو مرتاح من نفسيته نفسه. نعم. ما هو مرتاحه. نعم. الضغوط عند الاطفال التبول لا ارادي من كثر الضغوط، مو قادر ينجز في المدرسه، ابوه بيضغط عليه ابغاك من الاوائل ابغاك من الاوائل، او يتعرض للضرب او شيء، او يتعرض للضرب عيال اكبر منه في الفصل بيضربوه. ارسل لك رساله، هذه كلها رسائل، التبول لا ارادي، صرقعه الاسنان، القلق وانت قاعد بتتقلب،
في حاجة غلط حاصلة هنا. نعم دكتور، تكلمت عن استرخاء الجسدي. نعم. وأشرت تفضلت بإشارة إلى الاسترخاء الذهني. طيب نعم. ما هو الذهن هو اللي يوجه الجسد ولا لا؟ نعم. طيب كيف إذا كان الذهن مشغول تستطيع السيطرة على الجسد ولا معامل الاسترخاء له وأنت ذهنك أساسا مشغول، مضغوط ذهنك أساسا غير الضغط اللي جاي على جسدك؟ جميل جدا. تتذكر إحنا قلنا في عندنا العقل يتكون من جزئين. نعم. العقل الحاضر اللي قاعد تسمعني فيه أنت الآن، والعقل الباطن اللي بنخزن فيه المعلومات. إحنا هنا نبغى إيش نسوي؟ لما رخينا الجسم، العقل هو اللي مشغل الجسم، العقل الحاضر هو اللي مشغله، شايف؟ بعد كده أنت الجسم هدي ودخلنا إيش؟ بدنا نخش في الغفوة. في تمرين معين نخش فيه إيش؟ نخلي الذهن كمان يسترخي، شايف؟ إذا حبيت نسويه ممكن نسويه، شايف؟ طريقة بسيطة جدا وجدا مثلا. خلينا نكمل كده، إن أنا رجعت استرخيت. نعم. أنا رجعت استرخيت وشعرت بجسمي إني مسترخي، جسمي الآن مسترخي 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 مسترخي. هيا انتبه، راح نعد الآن من 100 إلى 1، راح نعد العدد تنازله من 100 إلى 1. هنبدأ في العد، مية، وأنا شاعر باسترخاء وجسمي مسترخي مسترخي مسترخي. تسعة وتسعين، وأنا شاعر إن جسمي تقيل ومسترخي مسترخي مسترخي. 98، وأنا مسترخي وشاعر براحة كبيرة. شوف من كثر الاسترخاء الأرقام كلها تلخبطت وتبعثرت وتناصرت وبدأت تتلاشى. حنفخ عليها خليها تطير وبزيد استرخاء. إيش اللي حصل هنا؟ أنا خليت المخ كله يركز على الجسم، أنا بسترخي بسترخي بسترخي. كل تركيزك اللي كان شاغلك أفكارك المشتتة كلها ركزتها فين؟ على الجسم. وبالفعل شاعر وحسيت، يمكن تحسيت معي أن جسمك ترتخي. صحيح. بديت ترتخي بالطريقة هذه. فهنا رخينا الجسم ورخينا العقل. يعني عفوا يا دكتور، كاني سمعت العبارة منك أنت تخرج لفظ بسترخي بسترخي، بسترخي كأنك بزي. تقنع ذهنك، بقنع ذهني وحاسس بجسمي الاثنين مع بعض مع حالتك. هو شاعر بيجي. هو شاعر بي. شوف أنا فين حاطط يديني، حاططها هنا. شاعر بتقول يدي. نعم. وشاعر بتقول جسمي، جسمي تقيل، شاعر أنا مسترخي وبركز عليه. لا تنسى أنا قلت بنعد إيش من 100 إلى 1 تنازلي، وأنا أبغى الجسم ينزل يرتخي، وخليت العقل جميل. يركز على الجسم. دكتور، احيانا يظهر في خيال الانسان فكره ما او خبر ما مزعج او شيء، فتبدا هذه الفكره تطارد الانسان في كل لحظه في كل وقت، في نومه في قيلولته في اكله وشربه. كيف نعم. يطرد هذه الفكره؟ كيف يتخلص منها؟ كيف يطرد الفكره هذه؟ الان احنا وقت غدا، شايف؟ خلينا مع الاخوه المشاهدين نتذكر اكلتك المفضله ايش هي. واحد حيقول لي كبسه دجاج ولا لحم. خلينا نفكر ونستطعم الكبسه هذه، نجيب طعمها في فمنا. تخيل الكبسة والدجاج واللحم والسلطة واللبن. بديت أنا إيش هنا اللعاب إيش؟ من فين جاء طعم الكبسة هذه؟ من فين جبته؟ بالذكرى، بالتفكير. التفكير. أوكي. إذن نقدر نسامي نظرية الآن نقول عليها ما أفكر فيه أشعر فيه. توافقوا معي على الكلام هذا؟ ممكن. أكيدة. ممكن. إذا أنت ما أفكر فيه أشعر فيه. أنا بفكر في إيش؟ فكرت في الكبسة، شعرت بطعم الكبسة. جميل جدا. هاي تعال معايا، أباك تاخذ حتة ليمونة في يدك، شايف؟ وناخذ ايش؟ نقطة في الفم وشوف كيف طعمها حامضة. شعرت بطعم الليمونة؟ الآن الآن حصرتني. نعم. هيا انتبه، احنا ايش قلنا؟ ما أفكر فيه أشعر فيه، وما أشعر فيه يمكن تغييره. فكرنا في الكبسة، شعرنا في الكبسة، أبغى أغير الطعم هذا، فكرت في الليمونة، شعرت بطعم الليمونة. غيرت التفكير ولا؟ خلينا أسألك سؤال آخر، ايش رأيك؟ انت بعقلك الجيد وبتفكيرك وتخطيطك نبغى نروح نسرق بنك، ايش رايك؟ ماشي، بس اهم شيء انه لا لا كلمني بجديه. لا خلينا جد، نروح نسرق بنك، ايش رايك؟ طبعا حتقول لي ارفض الكلام هذا. نعم. انا عرضت عليك ايش؟ عرضت عليك فكره. نعم. انت رفضتها. نعم. يعني تعرف ترفض. لما جاتك الفكره هذيك ليش ما رفضتها؟ اذا عندك الامكانيه انك ترفض. نعم. تفلتر. انت بتستمتع. نعم. معناته
لقيت حاجة اشتغلت فيها. خلي الفكرة اللي نقول عليها الغير حميدة هذه جاتك فكرة تانية وظروف تانية حتنساها وحتروح لا، لكن تعال أوقف مع نفسك زي ما قلنا، انتبه. احنا نبغى نتعلم حاجة جدا حلوة، اللي هي معظم الناس اللي بيجيني في المركز يقول لي أنا عندي رهاب اجتماعي. هو أول ما بيخش المجلس بيحس إيش؟ برهبة المجلس، بيحس، انتبه، صح، حس بالخوف. هنا بيفكر بإيش هو؟ هنا فكر بإيش؟ بمشاعره. لا، أنا أبغاك تفكر بعقلك. هو هنا هنا هنا, هنا الفكرة، فكر بعقلك. كيف يستطيع؟ إيش اللي حيحصل هنا؟ دخلت المجلس هنا، إيش مليان ناس، مليان ناس، إيش بهم الناس هذول؟ مين هم الناس هذول؟ هم أخويا وأصحاب أخويا، وكلهم عيال، وكلهم بشر، وكلهم عيال تسعة، إيش حيفرقوا عني؟ شايف؟ نعم. لكن هو إيش؟ قال لك لا، فكر في إيش؟ فكر بأحاسيسه، هم أحسن مني. ما رفض الفكرة هذه، إيش الفرق بيني وبينهم؟ نعم. أنا زيهم، يا أخي بلاش أتكلم عشان يمكن خايف أغلط، أجلس ساكت، يمكن أستمع، يمكن أتعلم. نعم. فنرجع للمفصل، نرجع ما أفكر فيه أشعر فيه، ما أشعر به يمكن تغييره، ويمكن تغييره. أنا لما أفكر في الضغوط إن أنا مضغوط، حشعر بإيش؟ حشعر بالضغوط. صحيح. تعال نقلبها، التحديات، تحديات الحياة. صحيح. أنا قدها. إيش المشكلة؟ إيش المشكلة؟ يعني واجه مشكلتك، هي أهم حاجة. إيش هي المشكلة؟ تعال نواجهها. أنا متضايق من إيش؟ من العمل. ليش متضايق من العمل؟ عشان بروح متأخر. ليش بروح متأخر؟ عشان بسهر في الليل. إذن أنظم وقتي. جميل. الطالب اللي الكسلان، علم النفس بيقول إنه ما فيش طالب بليد وطالب ذكي، في طالب عنده رغبة. إذن كيف أنمي الرغبة في طفلي؟ أول ما يجيب علامة حلوة وأنا دائما إيش بشجع. تخيل الطالب دخل المدرسة وأنت معاه متابع، كل اختبار ياخده بيعدي، أخذ انطباع عن نفسه إيش؟ إنه هو جيد. بس تخيل الثاني اللي ما عنده رعاية، ايش اللي بيحصل له هنا؟ دخل الاختبار هذا رسم فيه، ودخل هذا رسم فيه، ودخل هذا رسم فيه، اخذ انطباع عنه، صار دائما قلق وهو بيخش الاختبار. جميل. دكتور سنسترخي معك. نعم. دقائق مع هذا او ثواني مع هذا الفاصل القصير، ثم نعود مشاهدينا الاعزاء مع ضيفنا الدكتور زهير خشيم، اخصائي تنويم إيحائي، ونتواصل مع رسائلكم الالكترونيه وايضا مداخلاتكم معنا عبر هاتف البرنامج، فحياكم. مرحبا بكم أخوتنا المشاهدين الأعزاء من جديد، ونتواصل معكم في حول موضوعنا في اليوم بلا طبعا حياتنا إلى الأفضل إن شاء الله. ونأخذ معنا عفاف. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. أحب أهنيكم على برنامج النافع وإلى الأفضل دائما إن شاء الله. ترفعي الصوت بس أخت عفاف شوي. أحب أهنيكم على برنامج، أحب أهنيكم على البرنامج الناجح. شكرا. وإلى الأفضل دائما إن شاء الله. وأحب أسأل الدكتور أنه في حالة توتر مثلا مثل تأخير عن الامتحان، يكون في حالة توتر الأعصاب، تستمر في ارتعاش لليدين طبعا والجسم كله، فتستمر فترة طويلة. أبغى في اللحظات هذه وش أقدر أسوي؟ يعني وش الحل؟ لدرجة أنها أحيانا يصيب لابد أخذ فترة طويلة تقريبا ربع إلى نص ساعة على ما أبدأ في الحل. شكرا لك عفاف. يعني الفكرة واضحة أنه المعاناة من الامتحان، المعاناة من الامتحان أول حاجة الجسم ورعاش الجسم. خلينا نرجع أول شيء للمصدر، ليش بيحصل عند الحكاية هذه؟ أنها ما هي مذاكرة. طيب أنا كيف حبدأ أذاكر؟ المذاكرة لها أسلوب جيد جدا. أول حاجة أعملها عشان أذاكر، حبدأ أسترخي. حبدأ أسترخي وأشعر باسترخاء جيد، وحقوم بعد الاسترخاء هذا أني أنا حصحى نشيط وبتخيل نفسي بأقرأ وبأفهم، بأقرأ وبأفهم. متى هذا يا دكتور؟ قبل ما أبدأ المذاكرة. يتكلم عن الوضع في الامتحان. جيك تفضل. شايف هذا أول، أنا منجهز نحن هنا. بالضبط. شايف؟ فلما أبدأ أذاكر إذن استخيت عشان وتخيلت نفسي أني نشيط، وكل حاجة بقراها بفهمها بستوعبها. إذن هنا أنا سويت إيش؟ قلنا برمجت نفسي، خطط لنفسي، وحفزت نفسي إيجابياً، وحفزت نفسي إيجابياً، وشوفت نفسي ماشي جيد، مشيت وذاكرت وانتهيت. ولازم الطالب ينام قبل ما يحضر الاختبار عشان المعلومات زي ما بيقول إيش تتخمر.
تترتب تعمل لها عملية السورتينج هذه. بعد كده لما اجي وقت الاختبار، لما اجي وقت الاختبار انا جالس على الكرسي بستنى الاسئله تيجي، اروح مسترخي ثاني مره، ما في مشكله قبل ما تتوزع الاسئله، قبل ما يقول لك ابدا عندك وقت، اروح انا مسترخي ومتخيل نفسي جات الورقه وفهمتها وجاوبت على الاسئله، وبتخيل نفسي اني بكتب 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 وانا مبسوط وانا مرتاح، وقدمت الورقه وانا في منتهى السعاده، واقول بسم الله، اصحي نفسي وابدا بسم الله. هنا هنا ايش سويت؟ ارتخيت. قلنا نحن ان الاسترخاء عباره عن ايش؟ البحر الهادي، شايف؟ الان نقدر نبحر، تقدر تجاوب على الاسئله. هنا برمجت نفسي زي ما قلنا، ما افكر فيه اشعر فيه. هي بتفكر في ايش؟ بتفكر في الخوف، في الخوف من الاختبار. لو انا فكرت في النجاح في النجاح في النجاح، التوتر هذا حيروح ولا لا؟ فكرت في النجاح وطعم النجاح وحلاوه النجاح، وفكرت اني عديت الاختبار ونجحت فيه، ما افكر فيه اشعر فيه. رجعنا نفس الموضوع. شكرا دكتور زهير. نتواصل مع الرسائل الالكترونيه. الاخ رائد الثقفي يسال دكتور، يقول هل البكاء يخفف من حده التوتر؟ والله هو البكاء يعني ايش سبب البكاء؟ وهو في موقف قاعد يبكي. نعم. شايف؟ البكاء يعني يخفف من حده التوتر، بس ما وقفنا المصدر، يعني قد يكون مؤقت. ما هم يقال يا دكتور انه النفسيين يحضون الانسان على البكاء في الموقف مؤقت. الذي يستدعي البكاء مؤقت. لتخفيف الضغوط. نعم. مؤقت. يعني انا اتذكر في المركز زمان اول ما بدينا هذا، جاتني واحده متضاربه مع زوجها، وجوزها اعتدى عليها باليد، ونفسها كبرت عليها وما قدرت تبكي، فجات تقول لي ابغى ابكي. تخيل الحكايه هذه، واحد يجي يقول لك انا عايز ابكي عشان عايز ارتاح. دخلناها في طريقه الاسترخاء وخليتها تتخيل نفسها انها تبكي، بكيت. جميل. نعود الى الهاتف مره اخرى. الاخت الزهر معنا، مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. ممكن اكلم الدكتور؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. انا معي حاله نفسيه، احس بارهاق وتعب وقلق نفسي اذا ركبت السياره. اوكي. اللي ركبت السياره احس بتعب ورهاق. السياره بس؟ زياده. السياره بس؟ بس السيارة. بس السيارة. طيب شكرا لك أخت زهرة. عفوا. زي ما أنتم شايفين عندك خوف من السيارة، نشوف المصدر إيش الحكاية فيه، عن طريق الاسترخاء وعن طريق نرجع لخط الزمن أو النكوص العمري، نرجع لأصل العقدة زي اللي قلنا عليها في المرة الماضية اللي كان يخاف من السباحة. نرجع نشوف المفهوم ليش تخاف من السباحة. الناس اللي يقول لك انا خاف من الطياره، طيب يا اخي انت بتركب سياره، بركب سياره، جميل، وانت راكب سيارتك بتشوف كذا حادث، ليش ما نزلت؟ ما زلت بتستمر وبتسوق وبتروح وبتيجي، ايش معنى الطياره اللي بتخاف منها؟ قال لك لا، عشان الطياره معلقه فوق. هو مفهوم، عنده عقده نفسيه، فهي عندها عقده من السياره. اذا دخلنا في استرخاء ورجعنا لاصل المشكله وعرفنا المصدر حقها وغيرنا المفهوم حقه انتهى. طيب هل في نصيحة معينة وتدريب معين يصلح لحالتنا؟ والله الاسترخاء اللي سويناه هذا، بس برضو تحتاج قلنا إلى مدرب في البداية. في البداية تحتاج مدرب، أنت ما تعلمت السواقة قيادة السيارة إلا مدرب دربك. نعم. ونفس الحكاية حتى الكتاب احتجنا إلى مدرب، الكلام احتجنا إلى مدرب، الأكل احتجنا إلى مدرب. يعني هي تحتاج إلى مراجعة عيادة، مركز يعني إيش يكون عنده استرخاء. نعم. دكتور زهير لدي أيضا رسالة إلكترونية من الأخ تركي الثقفي، يقول استمعت في أحد برامج إلى أن القلق يزيد من يعني الأكل لدى الإنسان، يزيد من أهمية الأكل، هل هذا الكلام صحيح في تقديرك؟ ما انتبه، خلينا نأخذ مثال الإنسان المتين البدين، لما بيزعل بيأكل، أو الإنسان الإنسان عموما لما بيزعل بيأكل، لأن الأكل بالنسبة له شعور بالأمان. في عندك ناس معينين لما يزعل ينام، معقول الكلام هذا؟ النوم هو زي ما تقول هروب من الواقع، عشان كده بينام، شايف؟ بالطريقه هذه، فشاعر بالقلق بياكل نوع من الامان. طيب وفي ناس العكس، وفي ناس تسد نفسها. النورمال الطبيعي جدا لما تكون زعلان ما تنام، ما نفسك مسدوده، ما تاكل، هذا الطبيعي. بس هو الاكل بالنسبه له امان، شايف؟ انت اسال نفسك ايش اللي بيديك الامان؟ هل هي وظيفتك او قربك الى الله، شايف؟ او اولادك او رصيدك في البنك، ها؟ تحب الراتب، شايف؟ بالطريقه هذه اسال نفسك ايش هو اللي بيديك بالامان؟ ثقتك بنفسك بتديك امان؟ نعم. برضه شايف
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صحيح دكتور، يعني في كثير من الحالات يعني يقول لك يمكن اللي يعاني من هالأشياء أنه مثلا يبغى ينام، هو صحيح يعرف أن الحل في أنه يروح وينام ويسترخي على السرير، لكن ما يجي لنوم، بدل أنه هو يرى أنه النوم المبكر هو الحل، لكنه يذهب إلى السرير الساعة 9 مساء ولا يأتي النوم إلا يمكن مع 4 الفجر. جميل جدا. هل هو هذا وقت نومه؟ واحد، القهوة والقهوة والشاهي، شايف؟ بعدين هل هو متوتر ولا ما هو متوتر؟ إذا عشان نخلص الكلام هذا كله نستخدم التمرين اللي سويناه نحن في الشد هذا قبل شوية بإذن الله تعالى حينا. نعم. ناخذ اتصال هاتفي من الأخ غانم من الدمام. أخ غانم. ألو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير. مساء النور. ممكن أتكلم مع الدكتور؟ اتفضل أخ غانم. مساء الخير دكتور زين. مساء النور. كيف حالك؟ أهلا وسهلا. بغيت أستفسر، هل الترفيه والتنزه يعتبر من علاج القلق؟ وما هي أهم علاج القلق؟ شكرا أخ غانم. شكرا. بالتأكيد احنا كل ما غيرنا كل ما انبسطنا يا أخي. نعم. النفس تحب الانبساط. الترفيه، المشي، امشي لحالك بس، المشي جميل جدا، الرياضة جميلة جدا. شايف انت الانسان فينا محتاج الى ساعتين في الاسبوع اقل حاجة رياضة، بس لا تمشيهم في السوق، يعني لا تمشيهم في السوق على الكورنيش على الكورنيش، شايف بالطريقة هذه. القلق قلنا حكايته عشان علاج القلق نرجع للمصدر، شايف؟ نواجه مشاكلنا مع تمرين الاسترخاء بإذن الله تعالى انتهى. نعم دكتور، بصورة سريعة ربما يكون السؤال الأخير أيضا، الأخ مصعب الزهراني يتساءل يقول أنا رجل سريع الانفعال، فكيف أستطيع يعني حل هذا الموضوع؟ هذا يدفعني إلى قلق نفسي بعد الانفعال. الجماعة هذولا أنا شادد عليهم شوية. يقول لك أنا إنسان أعصب بسرعة. طيب بيني وبينه كده أبغى أسأله سؤال، تعصب على أبوك؟ يعصب على رئيسه؟ إذا هو إنسان إيش؟ بيدعي التعصب، في عنده حدود. يقدر يعصب على أبوه؟ ما أعتقد في أحد يقدر يعصب على أبوه. يقدر يعصب على رئيسه؟ ما أعتقد يقدر يعصب على رئيسه. يعني إيش معنى أبوه وإيش معنى رئيسه هو عصب عليه؟ كأنه مريض مثلا ممكن يعصب، مريض نفسية ممكن يعصب على أبوه، مريض نفسية. جميل جدا. إيش سوى؟ إيش أساس المرض يعني؟ إيش مصدر المرض؟ إيش سببه؟ نعم. ليه ساكت على نفسه؟ ليه ما راح لدكتور؟ بالطريقة هذه يرجع للمصدر، إيش اللي بيعصبه؟ في أحيان أغنية يا أخي الفاضل تسمعها تخليك تشعر بالعصب، إنك معصب. يعني الحل يا دكتور هو أنه يذهب إلى مصادر القلق ويحاول أن يحلها. أنا حل يا دكتور إذا سمحت والسادة المشاهدين، نطرح سؤال اليوم الثلاثاء في برنامج حياكم. السؤال يقول: مدينة على الجانب العربي للفرات الغربي، عفوا مدينة على الجانب الغربي للفرات، أسسها سعد بن أبي وقاص قرب الحيرة سنة 638 ميلادية، جعلها العباسيون عاصمة لهم قبل بغداد، ما هي هذه المدينة؟ هل هي الكوفة أو الكرك أو كركوك؟ وعيد السؤال مرة أخرى: مدينة على الجانب الغربي للفرات أسسها سعد بن أبي وقاص قرب الحيرة سنة 638 ميلادية، جعلها العباسيون عاصمة لهم قبل بغداد، فما هي؟ هل هي الكوفة أو الكرك أو كركوك؟ نعم. في ختام الحلقة نشكر ضيفنا الدكتور زهير خشيم، وقد تحدثنا أيها الأخوة عن ضغوط الحياة والقلق. شكرا لكم إخوتنا المشاهدين الأعزاء، نلتقي وإياكم دائما على خير وإلى اللقاء. في أمان الله. شكرا جزيلا.